نتعامل طيب ولا مع العلاقات السامة؟ يعني مثلا ممكن الواحد ينهي بعض العلاقات بسهولة، بس في مثلا أشخاص نبدأ علاقة معاهم يكونوا كويسين إيجابيين ويعطونا كل الدعم اللي نحتاجه وفجأة يتغيروا. أيوة، وما نبغى نخسرهم. صحيح، وما نبغى نقطع هذا الصلة. أنت قلتي بعد حين نقطة جدا مهمة، متى نحن نعرف أن فعلا هذه بعد علاقة سامة؟ العلاقة السامة مو لما صار بيني وبين تغريدة الحين مشكلة بسيطة، أو يعني قالت لي لا تروحين مع هالناس خلاص أنا أقول لا علاقتي وياها علاقة سامة. لا، متى؟ لما يكون في تكرار واستمرارية، أن أصبحت الحياة مدة طويلة على نفس هذا الرذم، رذم أني أنا أصبحت متوحدة، أصبحت عديمة الثقة، أصبحت خايفة. متى أن أنا أقرر أن أنا أبتعد عن هذه العلاقة؟ لما أعرف أن أنا أساسا في علاقة، لما الإنسان يعي أنه في علاقة سامة. للأسف يعني تحت الهوى كنت أقول لك أن في بعض الناس كأنهم يعني، هذا مثال قالته مدربة يعني في المختصة في هذا المجال، قالت أن في أشخاص يكبرون وينمون في العلاقة السامة نفسها، مثل العصفور اللي أنت يعني يولد في قفص. فهو مو بعارف أساساً شو هي العلاقات الصحيحة عشان يقدر يميز أنه في علاقة سامة. فيعني أنا أقول هذا الشخص بالذات هو من يحتاج المساعدة. أما بالنسبة لنا كواعيين، يعني أنا إنسانة واعية وفاهمة، كيف ما بعرف أنا مو في علاقة سامة؟ أكيد بيكون في أشياء أمر فيها بتبين لي، يعني أجراس ترن تعطيني ألارم أن هذا شيء مش صحيح. لما أنا كل شخص دائما كل ما أي أسوي شيء جميل وفرحانة فيه أو حلم أبا حقيقة، لا 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 لا، أنت هذا ما يخصك، ويبعدك عن حلمك، يبعدك عن هدفك. دائما على أقل الأسباب أو الأخطاء يعتبره مصيبة كبيرة، ويحطك تحت طائلة أنك أنت مذنبة ودائما يلومك. فكيف أنا لازم أوقف هذا الأمر؟ في علاقات مثل ما قلتي سهل أن أنا أوقف وأقول خلاص نقطة ونهاية السطر، هذا الباب بابي وأنا أقدر أغلقه، انتهى الموضوع. لكن في علاقات جدا قريبة وعلاقات قد تصل بالدم، صح، فما نقدر نقول إن نعم، ما أقدر أقول فجأة أني أنا بس أبتعد. لكن وين هي الحل؟ الحل والمفتاح بإيدنا نحن، أني أنا الأول أعرف كيف أتعامل مع نفسي مع هذه المشاعر. ويلعب هني طبعا الذكاء العاطفي دور كبير جدا، أن أنا كيف أتعامل مع ردود فعل هذا الشخص اللي قدامي، كيف أفكر أنا ما بغير في الشخص الحين، أنا بغير في نفسي عشان أعرف كيف أتعامل مع مشاعري اللي أنا أحبط فيها، وإن أنا فقط أركز مع نفسي في هذه الفترة أني كيف أنمي من نفسي وكيف أنمي من ثقتي في نفسي، وإن أنا بالعكس على طريق صحيح. مو غلط أن أنا أسأل المساعدة من أصحاب الخبرة، أني أتجه لهم وأسألهم أن كيف أنا أبدأ فعلا مشواري هذا. أما بالنسبة للشخص الآخر بطريقة مناسبة وفي وقت مناسب، لأن بعض الأشخاص اللي يكونون يعني يستخدمون علاقات سامة مع الآخرين يكونون يعني ردود فعلهم ما تقدرين أنك أنت تخمنينها، يعني ما تقدرين تقولين الحين بيعصب والحين بيضحك، لا، فجأة ممكن أنه ينجلب، يعني يصبح عاصفة وفجأة ممكن يصبح جليد، فأنت ما تقدرين تخمنين هذا. ف مواجهته والاعتراف أن أنت تؤذيني بالطريقة اللي تعاملني فيها، لازم يكون فيها طريقة وأسلوب صحيح بعد استشارة، على أساس بعد أني أنا ما أذي نفسي فيها في النهاية. عجبتني نقطة